عدد من العبوات اللي الحمد لله كان في نجاح النهارده في ابطال مفعوله. لكن نرجع للسيناريوهات المتوقعه لغدا 28 نوفمبر، تقرير الزميل عبد الله منتصر. دعوات للتظاهر في 28 المقبل كانت قد بدأت من قبل الجماعة الإرهابية مطالبين أنصارهم بتسليح أنفسهم في هذا اليوم. دم كل شهيد حلال، دم كل جيش حلال، احنا ما بنتكلم عن حرام بعد النهارده. وبدأت السيناريوهات تنتشر حول ما يمكن أن يحدث. أنا بعتقد إن هو يعني تعبير عن حالة يأس، وهو أقرب إلى حركة مسرحية هزلية في محاولة لفت الأنظار ولفت الانتباه من قبل المجتمع الخارجي للدولة، أيضا لإثبات فشل القيادة المنتخبة الحالية، وفي محاولة إثبات أنها غير قادرة على توفير الأمن والأمان بدليل أنهم موجودين. الجماعات الإرهابية أعلنت مسبقا عن السيناريو اللي طرحته برفع المصاحف ومحاولة قصفها أمام الجهات الشرطية والقوات المسلحة علشان يوحوا للمجتمع الدولي أنه مرفوضين لأنهم يدعوا أنهم إسلاميون وأن الدولة دولة علمانية، وطرحوا سيناريو آخر أنه هيكونوا مرتدين للعباءة التي يعتقدون أنها العباءة الإسلامية ويرفعون المصاحف ثم يلقوا بها ويخلعوا عباياتهم ويدوسهم عليها بأقدامهم لأنهم يرتدون زي القوات المسلحة والشرطة تحت هذه العباءة. مظاهرة مسلحة باسم الدين ومخطط إرهابي وتمويل قطري، كل هذا من أجل إسقاط مصر، لكن الله هو الحافظ من كل سوء.